معانا برضو ناخد رأي يعني أفضل حارس في قارة أفريقيا سنة 90 وسنة 94، والحارس المونديالي وأفضل حارس ثالث، أفضل ثالث حارس في المونديال بتاع 90، الإعلام الكبير كابتن أحمد شوبير ونائب رئيس اتحاد الكورة. أهلا بيك. اهلا بيك يا ابو حميد، وشكرا يا دكتور، وكل سنه حضرتك طيب، وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي المحترم. اهلا وسهلا. عايز اول حاجه اخد راي حضرتك كابتن احمد شوبير، رايه مين الانسب لحراسه مرمى منتخب مصر يوم الجمعه باذن الله؟ شوف، مش قصه الانسب، انا بعتقد انه الثلاثي قادر على اللعب وقادر على الاداء بشكل جيد، لكن انا بقول ان الاقرب دلوقتي بقى محمد الشناوي، وده اتضح تماما خلال مباراه غينيا، لانه جنش خد شوط واحمد الشناوي خد شوط في مباراه تنزانيا اللي هي الاقل مستوى، الشناوي كمل المباراه عن اخرها، وبالتالي اعتقد ان محمد الشناوي اصبح هو الحارس الاقرب لحراسه مرمى منتخب مصر. والحقيقه الشناوي ختم الموسم، ولو انه ما انتهاش يعني، لكن ختم مباراه الاهلي اخر خمس مباريات بشكل جيد، واستعاد كامل فورمته، فمحمد الشناوي هو الحارس الاقرب ان شاء الله لحراسه مرمى المنتخب في المباراه. حضرتك بتتوقع مين كمان يكون يصنع الفرق مع فرقته في المنتخبات الثانيه من الحراس؟ احنا لو قسمنا الحراس مثلا ما بين حراس مثلا العرب، هنلاقي عندنا محمد الشناوي في مصر، هنلاقي فاروق بن مصطفى في تونس، هنلاقي ياسين بونو في المغرب، هنلاقي رئيس بولحي في الجزائر، هتلاقي اونانا كمان من الحراس الرائعين في الكاميرون، وده مدي ثقل كبير جدا لفرقته من وجهه نظري. حارس مرمى كمان اللي عجبني جدا كيت، حارس مرمى جنوب افريقيا، يعني ده من الحراس، ده حارس يعني حارس على، انا شفت الماتش الفيصل اللي مع ليبيا اتخضيت من طريقه ادائه ونجوميته. عندك دينيس انيانجو حارس مرمى المنتخب الاوغندي، ده تقريبا نص فرقته. عندك دانيال اكبيبي حارس مرمى المنتخب النيجيري، وبيلعب في كادر شيفز في جنوب افريقيا. في مندي حارس مرمى السنغال، كل دول حراس الحقيقه على مستوى عالي، يعني مستوى تقال، ومعظمهم محترف خارج بلاده، وبالتاكيد عندنا الثلاثي المصري سواء محمد او احمد الشناوي او جنش. بس انا شايف الحقيقه ان اونانا الكاميروني ممكن يصنع الفارق، وعنده ثقه من نتائج اياكس الاخيره، هيلحقهم شويه، الكاميرون مش في افضل حالاتها. شايف دينيس اونيانجو قد يصعد باوغندا الى الدور الثاني، كانت افضل ثالث او ثاني المجموعه. شايف كيت هو اللي ممكن يعمل الفارق مع جنوب افريقيا، ورغم الناس كلها متوقعه ان جنوب افريقيا تبقى بعيده نظرا لوجود كوت ديفوار والمغرب، وانا مش مع الناس دي، جنوب افريقيا غالبا هتبقى ثاني المجموعه لانه مستواها جيد وبيلعبوا كوره زي سان داونز. ففي حراس مرمى من اللي انا قلت لحضرتك عليهم دول ممكن يفرقوا، ممكن تلاقي ميلاد حارس مرمى جديد في هذه البطوله، وارد جدا البطولات دي دايما بتفرش حراس جدد. يعني حضرتك تتوقع مين الاربع فرق اللي يكونوا في نص النهائي، ومين الحصان الاسود بتاع البطوله؟ الحصان الاسود البطوله جنوب افريقيا، ده توقعي. تمام. الاربع فرق اتوقع مصر، اتوقع السنغال، اتوقع تونس، وما بين بقى المغرب ونيجيريا، دول اتوقع اللي هيكونوا مكملين بقى، الا اذا ما اصطدموش ببعض في المشوار، انت عارف وجود احسن توالد لخبط الدنيا كلها. يعني تتوقع مين البطل؟ اتمنى البطل يكون مصر، واتمنى ان انا اشوف فاينل بين مصر والسنغال، لان ده هيكون نهائي عالمي بكل المقاييس. كل امنياتي لمنتخبنا الوطني الحقيقه دكتور احمد انه يبقى بطل افريقيا بجد، بقى نفسي وبقى نفس كل المصريين بعد كل اللي حصل استعدادا لهذه البطوله. شكرا يا كابتن احمد، وبتنورنا دايما، وشرف ليا المداخله مع حضرتك تعمل مداخله معانا. يمكن احنا كده اتكلمنا، خلصنا مع الفقره بتاعه حراسه المرمى، هندخل بقى في